السلام عليكم ومرحبا بكم في تصحيح امتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2019 في مادة الرياضيات لشعبة العلوم التجريبية بمسالكها. أشير إلى أن امتحان على شكل PDF وتصحيح باقي التمارين تجدونها في الوصف أسفل الفيديو. والآن مع الجزء الثالث من المسألة. خامسا ألف بين أن لكل إكس من المجال صفر زائد ما لا نهاية إف لإكس ناقص إكس تساوي واحد على اثنان إلين إكس ناقص واحد أس اثنان، ثم نستنتج الوضع النسبي للسوى المستقيم دلتا. إذا أنا سأكتب لكل إكس يكون إكس عنصر من صفر زائد ما لا نهاية لدينا. إن سأبدأ بتبسيط هذه الكتابة إف لإكس ناقص إكس، لاحظوا معي هنا إف لإكس قيمة إف لإكس، سأكتب قيمة إف لإكس x زائد واحد على اثنان ناقص ln x زائد واحد على اثنان ln x الكل أس اثنان، ثم أطرح منها x. سأختزل بال x فنحصل على واحد على اثنان ناقص ln x زائد واحد على اثنان ln x أس اثنان. لاحظوا معي هنا لدينا واحد على اثنان، إذا سنعمل بواحد على اثنان هنا، سنعمل بواحد على اثنان فنحصل على هنا واحد، هنا اثنان، لأن واحد على اثنان مضروب في اثنان تعطينا واحد، اثنان ln x ثم زائد ln x الكل أس اثنان تساوي واحد على اثنان. بالنسبة لهذه الكتابة الموجودة هنا بين قوسين هي متطابقة هامة، لاحظوا معي جيدا هي متطابقة هامة، لأن هنا اثنان هي واحد هي واحد أس اثنان، إذن أ أس اثنان ناقص اثنان أ ب زائد ب أس اثنان. إذن سأكتب هنا ln x ناقص واحد أس اثنان، وأيضا تساوي يعني يمكن أن نكتب واحد ناقص ln x أس اثنان لأن هذا دائما موجب. حسنا ننتقل إلى نفس السؤال. استنتج الوضع النسبي للمنحنى السوى المستقيم دلتا، يعني هل السي يوجد فوق دلتا أم تحت دلتا. ولدراسة الوضع النسبي بين دالة والمستقيم يجب أن ندرس إشارة اف لإكس ناقص إكس، إذا كانت إشارتها موجبة فإن السي فوق، وإذا كانت إشارتها سالبة فإن السي تحت الدلتا. لدينا هنا سأكتب لدينا f ل x ناقص x تساوي واحد على اثنان ln x ناقص واحد أس اثنان، مهما يكون x ينتمي إلى r plus نجمة، وهذه القيمة موجبة، هذه القيمة موجبة، إذن لأن المربع موجب وواحد على اثنان موجب، إذن c يوجد فوق دلتا على r على مجموع التعريف. ونلاحظ هنا بأن دلتا يمكن بأن السي ودلتا لهم نقطة لهما نقطة تقاطع. سنحل هذه المعادلة، لاحظوا معي هنا f لx، ولدينا f لx ناقص x تساوي صفر تكافئ ماذا؟ إن سأكتب هنا القيمة الأخيرة التي وجدتها هنا واحد على اثنان ln x ناقص واحد أس اثنان تساوي صفر تكافئ جداء عددين يساوي صفر، يعني أن أحدهما يساوي صفر، بما أن واحد على اثنان تخالف صفر فإن ln x ناقص واحد أس اثنان تساوي صفر تكافئ أن ln x ناقص واحد تساوي صفر، لأن العدد الوحيد الذي مربعه يساوي صفر هو الصفر، تكافئ أن ln x تساوي واحد تكافئ أن x يساوي E. هذه المعادلة معروفة، الحل الوحيد لهذه المعادلة هو العدد الحقيقي E. إذن C و دلتا يتقاطعان في النقطة، سأسميها مثلا B أو C، هكذا C E E. هذه النقطة ستنفعنا في عند إنشاء المنحنى. ثم الآن أنشئ دلتا و C في نفس المال، ب إنشاء دلتا و C في نفس المال. يجب أن نسرد المعطيات
التي ستنفعنا في إنشاء المنحنى. مثلا هنا لدينا التأويل الهندسي، هنا سنرسم، أولا سنرسم دلتا، معروف دلتا، وسيوجد فوق دلتا يتقاطع في نقطة سي او. إذا هنا لدينا محور الأفاصيل مقارب للسي، وليميت قمنا بحسابها تساوي زائد ما لا نهاية. قمنا بحسابها هنا، لاحظوا معي، تساوي زائد ما نهاية. وأيضا لدينا، لاحظوا معي هنا، سيقبل الفرعنشة جميعا بجوار زائد ما بجوار زائد ما باتجاه المستقيم دلتا. فرعش الجامي باتجاه دلتا بجوار زائد ما نهاية، والسي يوجد فوق دلتا ويتقاطعان في النقطة الوحيدة ستة الإحداثيات أو. ثم ماذا أيضا؟ لا ننسى هنا جدول التغيرات، جدول التغيرات دالة تناقصية ثم تزايدية. إن سنحاول إنشاء النقطة ذات الأفصول 1 والأرتب 3 على 2، 1 3 على 2، وكذلك نقطة الانعطاف. النقط لدينا النقطة سي أو أو أ أو أس 2 زائد 1 على 2 نقطة الانعطاف تساوي أ. إن سنقوم بحساب هذه القيم باستعمال آلة حاسبة نجد هنا 7.4 بالتقريب، وهذه القيمة تساوي 7.9 أيضا بالتقريب. والنقطة بي قلنا التي سنستنتجها انطلاقا من جدول التغيرات 1.3 على 2، 1.3 على 2، إذن 3 نقاط مقاربات ثم 6. إن سأحاول رسم المنحنى، سأضع أمامي هنا المعطيات هكذا لأتمكن من رسم المنحنى. بالنسبة للمستقيم دلتا الذي معادلته إيكغيك يساوي إكس، سأكتبها هنا دلتا إيكغيك يساوي إكس. إن سيمر من النقط 1 1 0 0 أو أو إكس وهكذا. إن سأحاول رسم الآن النقطة ذات السي ذات الأفصول أو والأرتب أو، أفضل أن تستعملوا البركار أو المثلث لإنشاء النقط. بالنسبة لدلتا سيكون هكذا، يمر من أصل المعلم ومن النقط التي لها نفس الأفصول ونفس الأرتب، هذا هو دلتا. ثم سأرسم النقطة ب 1.3 على 2، بالنسبة 3 على 2 هي 1.5، ثم 1، هكذا، هنا ب، إذن هنا سي، هنا ب، ثم نقطة الانعطاف أ 4.7، هنا تقريبا 7.4 عفوا، وهنا 7.9. إذن هذه هي النقطة أ. إذن بالنسبة اللي قلنا بأن لدينا فرع شل جامي باتجاه، لاحظوا معي هنا، محور الأفاصيل مقارب ونهاية إف عندما يؤول إكس إلى 0 زائد على يمين 0 تساوي زائد ما ينهي. إذن سيكون المقارب هنا هكذا.
ثم فرع جانبي باتجاه دلتا، فرع جانبي باتجاه دلتا هو سي دو اف فوق دلتا، إذن يعني فوق دلتا بجوار بلس انفيني، يعني بجوار زائد ما لا نهاية، هنا نقول بجوار زائد ما لا نهاية. فرع جانبي باتجاه المستقيم دلتا، يعني إما هنا وإما هنا، ولكن هنا قلنا بأن السي يوجد فوق دلتا، إذن سيكون الفرع الشلجمي هكذا، هكذا فرع شلجمي. ثم نقطة الانعطاف، إذن سيغير الانعطاف، هنا سيكون هكذا تقع، سنقوم برسم هذا الشكل هكذا، الفرع الشلجمي هنا تقعر نحو الأرتي السالبة، هنا سيتغير تقعر. ونقطة التقاطع لاحظوا معي السي هي نقطة التقاطع، قلنا نقطة التقاطع سي او، إذن هنا نقطة التقاطع، وقلنا بأن الدالة تناقصية، تناقصية إلى النقطة بي سي دو اف هكذا، دالة تناقصية هنا، في هذه النقطة سيتغير، تتغير الرتابة، و سي دو اف سوف يمر من النقطة سي هكذا، لكن التقعر لم يتغير لأن نقطة الانعطاف هنا، التقعر هنا موجه نحو الأرتيب الموجبة. إن هنا سأكتب سأرسم هكذا، هنا سيتغير التقعر لأن نقطة الانعطاف هكذا، ثم يقترب من النقطة سي هكذا، هكذا يقترب من النقطة سي. لاحظوا معي هنا التقعر موجه نحو الأرتيب سالبة، هنا نقطة الانعطاف سيغير التقعر، فرع شلجمي باتجاه المستقيم دلتا، مقارب هنا، تناقصية تزا يوديو. بهذا نكون قد رسمنا المنحنى F. نلتقي في الجزء التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.